Glass Onion: A Knives Out Mystery، فيلم إنتاج 2022، كوميدي جريمة ودراما، متوفر الآن للمشاهدة ومدته 2:20 تقريبا. قصة الفيلم أحداثها بتحصل في شهر مايو سنة 2020 في وقت الكورونا، وبتبدأ مع دعوة واحد من أهم رجال الأعمال في مجال التكنولوجيا لمجموعة من أصدقائه لجزيرته الخاصة في اليونان عشان يقضوا عطلة نهاية الأسبوع سوا ويحلوا لغز هو عامله ليهم. الفيلم ليه جزء أول نزل سنة 2019، كان من أفضل أفلام السنة بكل جدارة، والمشترك بين الفيلمين هو شخصية المحقق. السيناريو والحوار: بداية هادئة للفيلم هتحس بملل، بس مع تصاعد بطيء الأحداث حتى تصل للذروة والنهاية الصادمة. السيناريو مكتوب بطريقة متميزة جدا، بداية بالتعريف الأشخاص والتعقيدات بينهم، ومن بعد الساعة الأولى يبدأ الفيلم كسرد غير اعتيادي والريتم يكون أسرع من حدث ما بيحصل، وفلاش باك لسرد إزاي حصل الحدث ده بطريقة سلسة ومثيرة للاهتمام. الحبكة والالتواءات مع تصاعد الأحداث رائع، وفيه مفاجآت قوية، واستغل الجانب الكوميدي بذكاء. السيناريو يمزج بين الاستعارات الكلاسيكية والتعليقات العصرية وحس الفكاهة. الإخراج والتصوير: الفيلم ذو جودة عالية جدا جدا، اهتمام بأدق التفاصيل، كل لقطة واخدة حقها من تكوينات إلى أحجام إلى زوايا، حتى لقطات الفعل ورد الفعل رائعة، كل لقطة مرسومة. عجبني جدا العمق في كل لقطة، تصوير أعلى جودة ممكنة، الإضاءة والألوان معبرة تماما عن مود الفيلم. الديكور من أحسن عناصر الفيلم، ديكور متميز للغاية، تحية لفريق عمل الديكور جميعا، قاموا بجعل مواقع التصوير فاخرة وباذخة لدرجة تثير الاشمئزاز، زي جسر جليدي من تصميم بانكسي يرتفع من الماء. المونتاج سلس بدون مشاكل، بس يعيب الريتم. ريتم الفيلم بطيء في الساعة الأولى من الفيلم، أنا من الممكن اختصار 30 دقيقة بحالهم. الموسيقى مفيش حاجة متميزة وحاجة هتعلق معاك، مؤثرات الفيلم جيدة، وعجبني تتر النهاية حسيت مختلف عند استعراض أسماء الأبطال. الفيلم جيد للمشاهدة، تقييمي للفيلم هو 7/10.